السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا في بعض أسباب النزول أو مناسبات النزول، والنهاردة بنلتقي مع الآية رقم 23 من سورة المائدة. الآية: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. إيه السلاح؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كان سيدنا ابن عباس كما روى الطبري في جامع البيان وابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن، أن ابن عباس رضي الله عنهما اللي هو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، قال أن عن هذه الآية قال: هي مدينة الجبارين. هي مدينة الجبارين، حينما قال المولى عز وجل حكاية على لسان موسى عليه السلام، قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. القصة في مجملها هو أن سيدنا موسى أمر بأنه ياخد معاه بني إسرائيل عشان يفتحوا بيت المقدس. القصة تبدأ منين؟ هقول لكم حالا، بس بعد من قدم المقدمة ديت في بيان هذا السبب الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. إنه هو بيقول إن المدينة دي هي مدينة الجبارين. هي طبعا المدينة أصلا كانت مدينة بيت المقدس، لكن احتلها الجبارون فسميت في ذلك الوقت بمدينة الجبارين. اللي حصل إن لما نزل بها موسى عليه السلام، طلب من 12 واحد من النقباء، من الناس اللي هو اختارهم من بني إسرائيل اللي هم يعني خلاصة الخلاصة، وراح بعتهم علشان بس مش عشان يفتحوا المدينة، هو مش 12 اللي يفتحوا المدينة، لكن بعتهم بس عشان يجيبوا له الأخبار. قال لهم: عايزكم تعرفوا لي أخبار الجبارين اللي احتلوا المدينة ديت، وتعالوا قولوا لي قوات الناس ديت عاملة ازاي وعتادهم وأجسادهم عاملة ازاي عشان نعرف نعمل استعداداتنا واحنا داخلين نفتح مدينة بيت المقدس. فال 12 راحوا، فقابلهم في الطريق واحد من الجبارين، واحد بقى من العمالقة، واحد بقى من اللي كنا بنسمع قصته زمان كده، خد بالك، وكان يحكوا بيها حواديت يخوفوا بقى الاطفال، ويقول لك عجب نعنق معرفش راسه كانت بتوصل للسحاب، حاجات طبعا كده كلام برضو ايه، كلام مش منطقي. ليه؟ هقول لكم انا السبب. يعني زمان لما كان واحد بينكت مع واحد فبيقول له ده انا جدي ده حضرتك ما تعرفش، يعني ده كان ما شاء الله قوه ايه وطول ايه وحاجه ما شاء الله، ده كان بيمد ايده في المحيط يطلع سمكه القرش ويشويها على الشمس وياكلها. قال له ما شاء الله، طب هو بيشوي الشمس وبيشوي السمكه على الشمس ما كانش شايف حاجه كده جنبه بتلمع؟ قال له كان في حاجه بتلمع. قال له دي ركبه جدي كان قاعد بتشمس فوق. فيعني ايه، كلها اشتغالات. طبعا الحقيقه ان اطول انسان وجد على وجه الأرض هو سيدنا آدم عليه السلام، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء. 60 ذراعا، خد بالك بقى، فلم يزل الخلق يتناقص إلى قيام الساعة. بمعنى إيه؟ أن كان أطول واحد هو سيدنا آدم 60 ذراع في السماء، ثم بعد ذلك بدأ الخلق يتناقص شيئا فشيئا. فلما واحد يقول لك لا ده كان بقى أهم سيدنا موسى، كان في واحد طوله واصل للسحاب والتاني واصل مش عارف لكوكب المشترى، والكلام ده كله كلام من الخيالات، لأن عندنا ما صح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. المهم الجبارين دول طبعا كانوا طوال جدا، يعني حتى لو افترضنا ان هم كانوا في طول حتى سيدنا آدم او اقل قليلا، يعني بالبلدي كده عمارة ماشية في الشارع، 60 ذراعا في السماء حاجة كده عمارة، واخد بال حضرتك، ماشية في الشارع. فتخيل واحد من الجبابرة ده لقى واحد من البني ادمين اللي زي حالتنا او حتى يعني اقوى شوية ولا اطول شوية، يا سيدي 2 متر مفيش مشكلة خالص، يعني ماشيين التلاتة فجأة لقوا عمارة قدامهم. ده مين؟ ده بني آدم من مدينة الجبارين. فبيقول لك الرواية بتقول ايه؟ فجعلهم في كسائه، حطهم في هدومه، التلاتة مسكهم كده حطهم في هدومه. دي بقى ازاي؟ حاجة من الاتنين، يحطهم في كمه، يحطهم في جيبه، يحطهم في عبه او صدره، يعني خد بالك منظر طبعا غريب جدا جدا طبعا، لكن ورد في الرواية.
قال ابن عباس فجعلهم في كساء ثم أخذهم وذهب بهم إلى قومه. طبعا لما أول ما وصل لقومه متخيل المنظر، طبعا منظر عجيب جدا، واحد داخل على قومه بيقول لهم أنا جايب لكم بني أدمين، شايف بني أدمين كده بس حاجة إيه ترانزستور، فراح مطلع ثلاثة من كمه أو طلعهم مثلا من جيبي، من جيبه قال لهم دولت جايين يفتحوا المدينة. تخيلوا اللي مطلعهم من كم دولت جايين يفتحوا المدينة. فطبعا بدأوا يسألوهم بقى انتم مين؟ قال نحن قوم موسى ال 12 دولت، ولا عفوا ما كانوش 3 كانوا 12، فبيقولوا لهم احنا نحن قوم موسى عليه السلام. جايين ليه؟ جايين عشان ننقل له بعض الاخبار بتاعتكم ونرجع نقولها له تاني، تمام؟ فقال لهم طب خلاص هنقول لكم حاجه عشان بس تقرروا اذا كنتوا هتجاهدوا وتخشوا عشان تفتحوا المدينه ديت او مش هتقدروا تجاهدوا، فبس هنقول لكم حاجه بسيطه جدا، واحنا بس هندي لكم هديه كده عشان تستشعروا الموقف اللي انتم داخلين عليه عامل ازاي. قالوا هتعملوا ايه؟ قالوا هنديك عنبايه، عنبايه واحده، لا هنديك عنقود عنب ولا هنديك شجره جميز ولا شجره تفاح، هنديك عنبايه واحده. فرح اطف عنبايه، في العنبايه اذا بها حجم الرجل، طبعا مش حجم العماليق انما حجم الرجل اللي زينا، يعني عنبايه طولها 2 متر. تخيل حضرتك، قال له بس خد وري سيدنا موسى، ولا وري موسى كما هو قال مثلا، وري موسى العنبايه ديت وشوف بقى بني اسرائيل يحبوا يقتلوا ولا ما يحبوش يقتلوا. فراح ال 12 ال 12 شالوا العنبايه وطلعوا بها على سيدنا موسى. طبعا هو لقى ايه؟ لقى عنبايه جايه ومستخبي تحتها ايه؟ شويه رجاله، ما حدش باين منهم خالص يعني. فاول ما وصلوا هناك ايه الحكايه؟ قالوا له ده احنا رحنا لقوم الجبارين، واحد اصطادنا حطنا في كسائي وبعدين ادانا العنبايه ديت وقال شوفوا بقى هتكرروا ايه؟ دي عنبايه يعني من ضمن العنبات الايه؟ اللي احنا لما كنا قاعدين مثلا حاطين مثلا ايه؟ هم طبعا ما عندهمش بقى طبق عنب، يعني العنب لو عايز ياكل عنقود عنب بالمنظر ده هيبقى حاطه مثلا في غيط ولا في حاجه، مش هينفع بقى طبق ولا الكلام ده كله. فهم قالوا شوفوا بقى قرروا، شوفوا العنبايه ديت، شوفوا هتقرروا بقى هتقدروا تحاربونا ولا مش هتقدروا تحاربونا، اللي انتوا عايزينه بقى، شوفوا بس العنبايه بس اللي احنا بنحل بيها، انا لا اديتك لا سيف ولا رمح ولا اديتك اي حاجه، انا بقول لك خد عنبايه ذوق الحلاوه ديت. فاول ما قوم بني اسرائيل اللي هم قوم سيدنا موسى شافوا العنبايه، ما بقولش شافوا سلاح، ما بقولش شافوا الجبابره، فبصوا قالوا ايه ده؟ دي العنبايه اللي قدنا، عنبايه طولي من الارض لحد راسي، أمال اللي بياكل العنبايه وبيحط العنبايه ديت بين سنانه ده قد ايه ده؟ ففي الحاله دي في الوقت ده قال بنو اسرائيل قال موسى انا لن ندخلها ابدا حتى يخرجوا منها. خد بالك بقى من جمال الحلاوه اللي هم فيه، فان يخرجوا منها فانا داخلون. في اخر بقى القصه دي بيقولوا ايه؟ قال يا موسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اكيد حضراتكم مشتاقين تعرفوا القصه من اولها، هنقولها من اولها بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. ونمسك الستوب ووتش عشان الاستاذ حمدي بقى يعني ايه ما يزعلش. في عهد سيدنا يعقوب عليه السلام لما ذهب بسيدنا يوسف عليه السلام ووضع في الجب ثم اشتراه الناس وباعوه لعزيز مصري ثم ربي في قصر العزيز إلى غير ذلك، كانوا في الوقت دوت كان بيت المقدس في يد هؤلاء الناس، يعني كان في يد سيدنا يعقوب وأولاده وكل من كان يعيشون في ذلك الوقت. واخد بالك اللي هم من بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، هو اسمه يعقوب ولكن يقال له إسرائيل، ولذلك بني إسرائيل هم بنو يعقوب الذين تفرعوا بقى من الأسباط اللي عنده، أسباط اللي هم أولاده، ثم بعد ذلك من أحفاده إلى غير ذلك. لكن المعلومة الصغيرة إن اليهود الذين يقطنون الآن ويحتلون أرض فلسطين لا نستطيع أن احنا نقول عليهم أنهم بني إسرائيل، لأن سيدنا إسرائيل وسيدنا يعقوب يتبرأ منهم إلى يوم القيامة، يدل لهم تبع ولهم من ملته ولهم من أخلاقه ولهم ولا فعلوا أي شيء يرضي ربنا سبحانه وتعالى، إنما هم ناس محتلون ظالمون. ربنا يا رب يمحقهم يا رب وينجي أرض فلسطين وبيت المقدس وينجي إخواننا في غزة من بطش هؤلاء المجرمين، اللهم آمين يا رب العالمين. فشاهد في الموضوع ان لما حصل جدب وقحط في ارض الشرق الاوسط كلها، وكان سيدنا يوسف طبعا حضراتكم عارفين قصه سيدنا يوسف لما تكلمنا هنا في قناه الناس 30 حلقه في برنامج يوسف الاحلام، هو من البرامج المحببه جدا الى قلبي، لاني تناولنا في ال 30 حلقه كل صغيره وكبيره في هذه القصه، انا بحب جدا اسمع الموضوع ده. فسيدنا يوسف عليه السلام
في الوقت دوت أصبح بقى يعني الملك خلاه يتولى خزائن الأرض بقى. ومصر في الوقت ده كانت خزينة الأرض. شوف بقى خزائن الأرض، الخير كله كان موجود في مصر، لأن ربنا اللي قال كده: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الطبري رحمه الله رحمة واسعة: هي أرض مصر والشام، دي أرض كلها بركة، ربنا مش بارك حولها، لا بارك فيها. شوف المعنى الجميل ده. ولذلك إن شاء الله والله يا أهل سوريا منصورين، إن شاء الله ربنا هينصركم هيكرمكم، وأقسم بالله جل وعلا يعني أنا أرى رؤى غريبة وجميلة جدا إن شاء الله، أستشعر من قلبي إنها خلال أيام، وأتمنى وأشتهي وأرجو الله سبحانه وتعالى ألا يمر شهر رمضان إلا وإحنا كلنا بنعيد في سوريا عشان نحتفل بنصرهم على هذا المجرم الأثيم، على بشار وأعواني. أسأل الله أن يأخذها وأخذ عزيز مقتدر رب العالمين، وينجي إخواننا ويحقن دماء من رب العالمين. الشاهد في الموضوع لما حصل الجدب والقحط هناك في الشرق الأوسط، فسيدنا يوسف بقى ما شاء الله عمل خطة كده جميلة جدا في غاية الروعة علشان ينقذ الشرق الأوسط كله من هذه المجاعة. فكانت الناس بتروح عشان تاكل أو تأتي بالميرة من عند سيدنا يوسف عليه السلام، فكان من ضمن اللي يقولوا إخوانه اللي هم رموه في البئر، اللي هم رموه في الجب. فطبعا هم ما عرفوش، لكن هو عرفهم في المرة الأولى، ما رضيش يعرفهم بنفسه، في المرة الثانية بقى عرفهم بنفسه، قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إلى آخر الآيات الجميلة اللي انتوا عارفينها في سورة يوسف. فالمهم فسألهم عن أبوه، أخبروا إيه؟ قالوا له: لقد عمي بصره من البكاء عليك. طبعا ما شاء الله يعني فترة طويلة جدا، 40 سنة، وسيدنا يعقوب عمال بيبكي على سيدنا يوسف وهو يعلم يقين أنه لم يمت. خد بالك، لو عرف أنه مات هيحتسب عند الله وخلاص، والأمر يعني إيه، مش عايز أقول يعدي، بس أقول يعني خلاص عرفت أنه مات، إنما هو يعلم يقينا أنه حي. ليه؟ لأنه لما أول له الرؤية التي رآها عرف أنه سيكون نبي هذا الزمان، هيكون في نبي زي ما كان أبو سيدنا يعقوب أيضا نبي، فابن يوسف ده هيبقى نبي. فلا يمكن يكون مات في السن الصغير ده وهو صبي صغير، هو عارف أنه عايش لحد الآن. فقال لهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. بمجرد ما خدوا القميص كده ولسه خارجين من أبواب مصر، لسه ما خرجوش، يدوب بس فرقه بس البنيان بتاع أرض مصر، وبين أرض مصر وبين شمال فلسطين حيث كان يقيم سيدنا يعقوب عليه السلام مسافة 9 ليالي بالإبل والخيل، يعني سواء إبل أو خيل 9 ليالي تفضل ماشي في الصحراء كده 9 ليالي لحد ما توصل. لكن ربنا قدر أن يسخر الريح وملك الريح ان يوصل ريحة قميص سيدنا يوسف الى انف سيدنا يعقوب، وهو قاعد في شمال فلسطين بيبكي عشان ولده. فجأة بيقول لك المولى عز وجل بيقول ايه: فلما فصلت العير قال ابوهم، خد بالك، فلما فصلت العير، العير اللي هم ايه، اخوة يوسف خارجين من مصر لسه يدوب فصلت العير، زي ما حضرتك تكون مسافر مثلا فرنسا المانيا السعودية اي مكان، يدوب مجرد ما وصلت المطار القاهرة انت كده فصلت العير، خلاص احنا كده خرجنا عن بنيان القاهرة واصبحنا الان. ولذلك يجوز لك ان تقصر وان تجمع في مطار القاهرة قبل ان تسافر، لأنك الآن لم تصبح في القاهرة، أنت الآن أصبحت إيه؟ في مكان خارج حدود القاهرة. فلما فصلت العير قال أبوهم في فلسطين شمال فلسطين: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي عرفنا كل ده من خلال الوحي المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. شاهد في الموضوع أن سيدنا يوسف قال لهم إيه؟ قال لهم: وأتوني بأهلكم أجمعين. هل لهم يجوني بقى يعيشوا في مصر؟ خلاص بقى أصبحت إيه؟ بقيت عزيز مصر خلاص بقى. فإيه اللي حصل يا جماعة؟ إن سيدنا يعقوب خد بقى أولاده وزوجته وخد قرايبه، وخد كانوا حوالي أكتر من 70 واحد، وخرجوا وتركوا بيت المقدس وتركوا هذا المكان المبارك. إيه اللي حصل؟ طبعا بنو إسرائيل لما خرجوا، أو قارب سيدنا يوسف سيدنا يعقوب وقرايبه كلهم لما خرجوا تركوا المكان، فبالتالي كان سهل جدا إن أي حد تاني يحتله، فجاء العماليق واحتلوا بيت المقدس. فضل طبعا سيدنا يعقوب فترة كبيرة هناك لحد ما مات في مصر، وطلب من سيدنا يوسف ان هو يدفنه في ارض بيت المقدس، ودفن سيدنا يعقوب هناك. ثم عاد سيدنا يوسف واخواته عاشوا ايضا في مصر، وفضل فترة طويلة لحد ما جاء قرب وفاة سيدنا يوسف، طلب من سيدنا بنيامين اللي هو اخوه، طلب منه ان هو الوصية ان انا لو مت تدفنوني في الارض المقدسة، يعني خرجوني من مصر. ومش معنى كده ان هو كل ما في الامر عايز يكون قريب من ابيه، انما مش انكارا لحبه لمصر، والا كان بيحب مصر جدا يعني. فقال له ادفني في الارض المقدسة، وطبعا ادفني امر بسيط جدا، حتى لو عدت 50 سنة 30 سنة فاجساد الانبياء لا تبلى ولا تفنى، فبالتالي مجرد ما يدفنه في مكان ويعوز بعد كده يحفر هيلاقيه في نفس المكان وبنفس الجسد وبنفس الشكل الذي دفن به يوم أن توفي عليه السلام. تمر الأيام
والليالي، ومش عايز اطول على حضراتكم في القصه دي. فتمر الايام والليالي، طبعا فضل سيدنا موسى سيدنا يوسف عايش لحد ما توفي ودفن، ومات بعض اخواني ودفنوا الى غير ذلك، لحد ما تمر السنين الطويله ويجي في عهد سيدنا موسى عليه السلام. ايه اللي حصل؟ ده اللي هنكمله ونعرف بقى قصه فتح بيت المقدس من خلال هذه القصه، ولكن بعد فاصل قصير. صلي على حبيبك. بالعيون والمشاعر واليقين رح نعيش بالقلوب مع كل آية، نعرف المعنى وتيدينا الحكاية، تيدينا الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وقبل ما نكمل القصة الجميلة ديت، كان بعض الأخوات اللي مشغولين بالدعوة، ربنا يحفظهم بارك فيما رب العالمين، اللي لهم جلسات سواء في المساجد سواء في البيوت سواء في أي أماكن أخرى للدعوة، ربنا ينفع بهم رب العالمين. كان لهم طلب، الحقيقة طلب غالي جدا طبعا، ولكن بيقولوا غالي والطلب رخيص يعني، ربنا يبارك فيكم. كان لهم طلب إنه عايزين مجموعة كتب نسائية بحيث تعينهم على الدعوة ومجالس التفكير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فربنا يبارك فيكم رب العالمين. فأنا في كتاب اسمه نصائح للمرأة المسلمة، ده أظن كنت جمعت فيه حوالي 25 موضوع مهم جدا جدا للنساء إن شاء الله، ده يعني كتاب موجود اللي هو نصائح للمرأة المسلمة. الكتاب الثاني برضو اللي أنصح به كتاب الفقه الميسر للمرأة المسلمة. الفقه الميسر للمرأة المسلمة كتاب حوالي 1024 صفحة، تعمل فيه الفقه كله ولكن بشكل مبسط جدا 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 فوق ما تصوروا، يعني لو قرأه أي واحد حتى ما بيعرفش غير أنه يقرأ ويكتب فقط هيفهم الفقه بشكل مبسط جدا وميسر جدا، كل المسائل فيها تبقى محققة. لكن الكتاب الأخير اللي أظن هينفعكم جدا في مواقف، في دروس الوعظ ودروس سواء دروس في مجالس لبنات لسه بيلتزموا أو غير ذلك في المساجد أو في البيوت، هيبقى كتاب لسه صادر النهاردة والله، اسمه مواقف إيمانية للمرأة المسلمة. أنا فقط سأقرأ عليكم بس فقط عناصر الموضوعات اللي موجودة في الفهرس، مش الفهرس كله طبعا، عشان تعرفوا بس المادة اللي موجودة، بحيث أن أنت ممكن لو قعدت تدرسي في مسجد أو في حلقة علم ممكن ياخد معك بفضل الله سنة كاملة جمعت فيها المواقف الإيمانية في كل حاجة من جميع النساء بقى، من نساء السلف، من نساء الصحابيات، نساء التابعيات لحتى يومنا هذا، ونساء بعض النساء من بني إسرائيل إلى غير ذلك. مواقف إيمانية في الوفاء مثلا، مواقف إيمانية في الصبر، مواقف إيمانية في مراقبة الله، في التوكل على الله، مواقف إيمانية في صناعة الرجال، في الحياء، في الخوف من الله والبكاء من خشية الله، في محبة الرسول، في طلب العلم، كل دي أبواب، في الدعوة إلى الله، في الطاعة والعبادة، في مواقف إيمانية مع الذاكرات لله سبحانه وتعالى، مواقف إيمانية في حفظ اللسان، مواقف إيمانية في البعد عن الحرام وفي الورع، في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، في الدخول إلى الإسلام، مواقف إيمانية في الثبات على دين الله، مواقف إيمانية في خدمة دين الله، مواقف إيمانية في الجود والكرم والإيثار، مواقف إيمانية في البسمة وإدخال السرور على الآخرين، مواقف إيمانية في الحياة الزوجية، مواقف إيمانية من كرامات النساء، مواقف إيمانية في حسن الخاتمة، وآخر حاجة نعيم الجنة للنساء المؤمنات. من الحقيقة أظن الثلاث كتب دولت، يعني نصائح المرأة المسلمة، الفقه الميسر للمرأة المسلمة، مواقف إيمانية للمرأة المسلمة، أظن الثلاثة دولت يلموا لك حاجات موضوعات جميلة جدا تقدر من خلالها تدي دروس وتدل على الخير كفاعلي، ربنا ينفع بك يا رب العالمين. تعالوا نكمل بقى موضوع فتح بيت المقدس. سيدنا موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جه بعد كده بعثه الله عز وجل، وطبعا هو الذي تربى في بيت فرعون كما تعلمون، على الرغم من أنف فرعون، لأن فرعون كان في البداية عايز يقتله، وهو فعلا كان بيقتل في بني إسرائيل، وبعد كده قالوا له بقى القبط، اللي هم القبط هنا مش النصارى، القبط هم يعني هم في الوقت ده طبعا ما كانش على ملة النصرانية، لكن عايز أقول كلمة القبط عموما تطلق على أي واحد كان عايش في مصر سواء مسلم أو إيه أو نصراني. الشاهد في الموضوع أن سيدنا موسى عليه السلام لما تربى في قصر فرعون ثم بعثه الله عز وجل، فأمر فرعون وذكره بالله سبحانه وتعالى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. المولى عز وجل بيوجه النداء ده لسيدنا موسى وسيدنا هارون،
فما كان من فرعون إلا أنه أعرض عن طاعة الله وظن أنه إله يعبد من دون الله، وقال ما علمت لكم من إله غيري، إلى غير ذلك من الترهات التي كانت تصدر من هذا فرعون الطاغية. فالشاهد في الموضوع أن سيدنا موسى عليه السلام لما فعل ذلك، طبعا فرعون أراد أن يقتله، فسيدنا موسى خد المؤمنين الذين كانوا من بني إسرائيل موجودين في يعني حول فرعون، خد المؤمنين منهم وراح طالع بيهم على طول على ايه، على البحر الاحمر، عشان يهرب بيهم من مصر، يطلع على اي مكان بقى يعني الى ارض فلسطين الى غير ذلك. فهم ماشيين في السكه وبيجروا، طبعا فرعون ما عرفش ان هم خرجوا غير بعد فتره كده يعني، فهم ماشيين في السكه، كان الكلام ده كان بالليل، فتاهوا في السكه. فلما تاهوا في السكه سيدنا موسى قال لهم ما الذي حدث؟ فسال بعض علماء بني اسرائيل فقالوا له لقد اخذ يوسف عليه السلام العهد على اخيه بنيامين، واخد بالك، على انه اذا خرج من ارض مصر ان يحفر الارض وان يخرج جسده ليدفنه عند بيت المقدس. فقال طيب ومن يعلم أين جسد سيدنا يوسف عليه السلام؟ خد بالك من حاجة، إن ربنا بيقدر أسباب، مع إن سيدنا موسى في اللحظة دي لو كان قال يا رب دلنا على الطريق خلاص هيدله على الطريق، لكن هي أسباب عشان سيدنا يوسف يتنفذ الوصية بتاعته اللي هو طلبها من بنيامين. فقال ومن يعلم أين جسد يوسف عليه السلام؟ قالوا له امرأة هي الوحيدة اللي كانت معمرة وعايشة بقالها سنين طويلة جدا، سنها معدي 100 سنة، فهي اللي حضرت دفن سيدنا يوسف وهي اللي عارفة مكان. قال لهم خلاص هاتوها بسرعة. فجابوها. كل ده لسه فرعون ما كانش خرج من القصر بالجنود بتوعه ورا سيدنا موسى، لانه كان لسه ما عرفش او ما لاحظش ان هم هربوا. فجات المراه العجوز، امراه عجوز يعني كبيره جدا في السن، خلاص يعني بيقولوا كده رجليها والقبر يعني خلاص خلصت يعني. فسالها سيدنا موسى هل تعرفين مكان جسد يوسف عليه السلام؟ قالت اجل، وانا الوحيده التي اعرفه، فيش حد غيري يعرفه. قال لها طيب دليني على قبري. قالت لا حتى اخذ عهدي او حكمي. قال لها وما حكمك؟ عايزة ايه بالظبط؟ قالت ان اكون معك في الجنة. شوف علو الهمة لدرجة ايه، يعني لانها فرصة العمر. ولذلك ورد قصة حلوة قوي في الموضوع ده، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انا عمال بربط لكم بين احداث من ايام هنا ومن ايام هنا، بس عشان الاحداث ترتبط في دماغنا كده يعني كأنها صورة حية، ان سيدنا النبي عليه السلام في يوم من الايام كان في زيارة، كان في سفر يعني، فضافه رجل اعرابي، ضيفه عنده، أكله وشربه، فالنبي كان لا يترك أحدا يفعل معه أي معروف إلا ولازم يكافئه. فقال يا أعرابي إذا جئتنا غدا كافأناك. فجاهل الأعرابي وراح بيت النبي صلى الله عليه وسلم وملقهوش، فدخل المسجد لقى النبي عليه السلام وجالس وسط الصحابة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد وعدتني أن تكافئني. قال أجل يا أعرابي، سل تعطى اللي أنت هتطلبه، اطلب اللي أنت عايزه. فقال الأعرابي أريد ناقة أحتلب لبنها وأتبلغ عليها. كل اللي عايزه تدهوني ناقة جمل أنثى أو أنثى الجمل، تدهاني أحلب لبنها أشرب أنا وزوجتي، ولما عاوز أسافر ولا حاجة أتبلغ عليها، أركبها وأسافر عليها، أنا علي أنا اللي علي بضايع. حزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله، بيدي درس بقى للرجل ده ويدي درس إيه للصحابة وللأمة. بيقول هلا فعلتم، خد بالك من لفظ، بيقول الراجل هو اللي طلب، الصحابه ما طلبوش. قال هلا فعلتم كما فعلت عجوز بني اسرائيل؟ قالوا وما فعلت عجوز بني اسرائيل يا رسول الله؟ راح حكي لهم القصه اللي انا حكيتها لكم ديت، ان سيدنا موسى لما خرج وتاه في السكه وقال ايه اللي توهنا، قالوا كذا كذا كذا، طب هاتوا عجوز بني اسرائيل. فلما سالها عرفت انه قدام رسول من اولي العزم الخمسه، ما ينفعش اطلب منه جمل وخروف والكلام ده كله، ده رسول من اولي العزم، اطلبي منه ان ربنا يكرمه ويسالك ربنا سبحانه وتعالى ان يكوني في الجنه حتى، او ان انت يا عربي بدل ما تطلب جمل قول له يا رسول الله اسالك الجنه، قول يا ربي دخل العبد ده الجنه. لكن فعشان كده النبي زعل، انت بتطلب امر من امور الدنيا، هو انت واقف قدام ملك من الملوك ولا قدام وكيل وزاره ولا قدام وزير؟ ده انت واقف قدام النبي محمد، اطلب اغلى حاجه، اطلب صحبته في الجنه، زي ما قال النبي عليه السلام لربيعه، قال سلني شيئا يا ربيعه، قال اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. خد بالك، قال او غير ذلك، انا محدد هذا في قال هو ذاك يا رسول الله. قال فاعني على نفسك بكثره السجود لله. فالشاهد في الموضوع ان سيدنا موسى لما المراه قالت له اعطيني عهدي او حكمي، ما حكمك؟ انا اكون معك في الجنه. سيدنا موسى سكت ليه؟ لسببين الحقيقه. السبب الاولاني انه حس الموضوع كبير قوي، يعني انت مجرد ان انت هتشاورين على القبر تكوني معايا انا وانا رسول من اولي العزم الخمسه، تكوني معايا في الجنه، دي نقطه
تفسير لبعض أهل العلم. التفسير الثاني كأن سيدنا موسى عايز يقول لها إيه؟ هي الجنة دي بإيدي، هو أنا اللي هقول لك خش الجنة أو خش النار؟ دي كل الأمور دي كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أوعى تقول فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار، لا تتألى على الله سبحانه وتعالى. فيعني عايز يقول لها أنا مش بإيدي، أنا عبد لله سبحانه وتعالى. فنزل جبريل عليه السلام يقول لموسى عليه السلام، يقول له كلها إن الله عز إن ربك عز وجل يقول لك أعطيها عهدها أو أعطيها حكمها. خلاص ما دام هي طلبت تكون معك في الجنة قول لها خلاص أنت معايا في الجنة. فقال لها موسى عليه السلام خلاص أنت معايا في الجنة، الله عز وجل هو الذي حكم بذلك سبحانه وتعالى. فالمهم فأشارت إلى مكان فيه بركة مية، فأنضبوا الماء طلعوا المية برة، قالت لهم احتفروا هنا، فحفروا فلقوا سيدنا موسى جسده كأنه لسه مدفون حالا عليه السلام، عليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام. فلما أخرجوا جسد موسى أضاء لهم الطريق كأنهم الآن في نور النهار. يا سلام على معجزات الأنبياء حتى بعد موتهم، سبحان الملك. فخرج موسى عليه السلام ووصل إلى البحر، قال أصحاب موسى إني لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. دخل سيدنا موسى ودخل بني إسرائيل ونجوا وعدوا الشاطئ الثاني، ودخل فرعون وجنوده وانقلب عليهم البحر وماتوا بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما ذهب بعد ذلك موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل ذهبوا إلى أرض فلسطين، لسه بقى راجعين بقى أرض فلسطين بقى، شوف إيه من إمتى ما رجعوش بقى، يعني بني إسرائيل ما رجعوش من ساعة خروج سيدنا يعقوب ولما راح لسيدنا يوسف في أرض مصر. فلما وصل هناك عرفوا إن في عمالقة احتلوا بيت المقدس. إيه اللي هيحصل بقى علشان يقدروا إن هم يعني خلصوا بيت المقدس؟ دي القصة اللي هنعرفها إن شاء الله بكاملها غدا إن شاء الله. حلقة النهاردة وحلقة بكرة إن شاء الله تكون حلقات مميزة كده، نعرف من خلالها القصة كيف تم فتح بيت المقدس، وكيف أن المولى عز وجل يسخر الكون لأحبابه وأوليائه. أسأل الله عز وجل أن ينجي أهلنا وأحبابنا من أهل بورما ومن أهل سوريا، وأن ينجي المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم حفات فاحملهم، اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين، واجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نقرأ في الكتاب المستبين بالعيون والمشاعر واليقين.